السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين مزيان. المهم دابا وصلنا للدرس ديال ليكسكريسيون اورينير، الابراز البولي. غنشوفوا لا كومبوزيسيون دو لورين، يعني مكونات البول مناش كيتكون. نلقاوه كيتكون من الماء والاملاح المعدنيه واليوري البوله والكرياتينين. الكرياتينين مهم. دابا باش نكشفوا على المكونات ديال البول، يعني باش نعرفوا انه كيتكون من الماء والاملاح المعدنيه واليوري والكرياتين، غنديروا واحد التجارب. لا ديتيكسيون دو كومبوزيسيون دو لورين، الكشف عن مكونات البول. باش كنكشفوا على الماء كنديروا كنجيبوا لورين البول وكنديروا له التسخين وكنشوفوا واحد لافابور دولو، يعني تبخر الماء. هذا الشيء كيدل دونك لورين كونشيان دولو. باش كنكشفوا على الماء في شي حاجه كنديروا له التسخين، بحال اللي شفنا في الدرس ديال الاغذيه. ملي بغينا نكشفوا على داك لو نوتريمون داك الاليمون واش فيه الماء ولا ما فيهش، درنا له التسخين. كذلك غنجيبوا لورين البوله وغادي نديروا لها التسخين وغنشوفوا واحد التبخر ديال الماء. دونك الماء دونك لورين كونتيان دو، يعني البول يحتوي على الماء. كذلك باش نشوفوا واش هاد البول واش فيه سيل دو مينيرال كلور، شنو غادي نزيد؟ غنزيد نيتخات دانجون. نيتخات دانجون نصرات الفضه. شنو كتبين لنا نصرات الفضه؟ تكون رصب ابيض يسود تحت تاثير الضوء. ضروري انه يسود تحت تاثير الضوء. الا لقينا انه تكون واحد رصب ابيض كيسود تحت تاثير الضوء، كنقولوا بان لورين كونتيان دو كلور، يعني لورين كيحتوي على الكلور. باش نكشفوا على لوري البوله، كنزيدوا على البول، كنزيدوا عليه ميتيل انتي درول، ولا تشكلت لنا واحد السيركل بلون، واحد الحلقه بيضاء، كنقولوا ان لورين كونتيان دو لوري، يعني البول كيحتوي على البوله. صافي، هادشي اللي تقولنا ان لو كومبوزيسيون دو لورين، يعني مكونات البول فيه الماء والاملاح المعدنيه واللوري البوله والكرياتينين. كنظن هادشي واضح. وخصكم تعرفوا واحد الحاجه مهمه، بان مصدر ديال البول هو الدم. هما داروا هنا واحد التجربه ولكن ما لا داعي اننا نديروا تجربه ولا شي حاجه، خصكم تعرفوا بان المصدر ديال البول هو الدم. هنايا غنتعرفوا على البنيه ديال الكليه عند الانسان. كنلقاوها كتكون من واحد زون كورتيكال، هي القشره، المنطقه القشريه، وزون مودولير هي هذه الباصه، هذه المنطقه اللبيه، وعندها لوفان غينال يعني الوريد الكلوي، ولارتير غينال هو هذا اللي بالاحمر واللي بالزرق هو الوريد، وعندها داك الحويض الباسين. الا جينا درنا التكبير لهذه المنطقه هذه، نلقاو فيها جسيم كلوي. هذه المنطقه هي المنطقه القشريه، وهذه المنطقه اللوبيه لي زون كورتيكال لي زون مودولير. في هاد لي زون كورتيكال كنلقاو الانبوب البولي، النيفرون، كنلقاو لي نيفرون هنا. كذلك التكبير ديال هاد لي نيفرون حيت كيتسمى نيفرون انبوب بولي. شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه الجسيم الكلوي كاربوكسيول غينال، وكنلقاو فيه الجلوميرول الكبيبه هادي اللي كتكون هنا، والشرايين، وهذا اللي كيكون هذا الانبوب اللي كيكون ملتوي كيتسمى تيب كونتورني، وهذا لو تيب هذا كيتسمى تيب كوليكتور، مجمع، هو اللي كيجمع لنا هنا البول، وهذا كيتسمى الوارد لوفين. هذا هو الرسم ديال لو نيفرون، حيت هو اللي غيوقع لنا على مستواه لافيلتراسيون ديال البول. هنا غيتشكلنا البول. المهم هذا غير كرسم، حيت يقدر يحط لكم بحال كرسم ويعطيكم الاسماء وانتم تسميوهم بحال هذا التوب. هذا هو توب كونتورني، هذا توب كوليكتور. المهم هذا الرسم ديال النيفرون. دابا غادي نشوفوا مراحل ديال تشكل البول. كومون لو غان فيلتريلتي لي ديشي اورينير دو سون، كيفاش ان الكليتين كيف تصفي الكليتين الفضلات البوليه من الدم؟ كيفاش يعني كتصفي ديك الفضلات البوليه من الدم؟ حيت حنا قلنا مصدر البول هو الدم. Le sang est filtré de l'urine par le tube urinaire. يعني الدم كيتفلتر في لورين بار هاد لو تيب اورينير. هو هاد لو تيب اورينير هو لو نيفرون. صافي، دابا غادي نشوفوا المراحل، لي زيتاب دو فورماسيون دو لورين، يعني مراحل تشكل البول. شنو كيبقى لنا؟ الاول مرحله هي فيلتراسيون، ترشيح سي دو غولو دو غلوميرول، يعني فين كي المرحله الاولى فين كتتم؟ هي في هاد لي غلوميرول. هذا هنا كتتم المرحله الاولى، يعني كيدخلنا الدم من هنا
وكيتم الترشيح ديالو على مستوى هاد الكلوميرول هادي. فورماسيون دو لورين بريميتيف، هنا كيتشكل لنا البول الاولي، فهمتم؟ ملي كيدخل الدم هكا راه كيدوز من هنايا اللي عند اليوتيوب هذا، راه كيدوز لنا البول الاولي، كيتسمى لورين بريميتيف. شنو كيكون في هذا البول الاولي؟ كيكون فيه الماء والاملاح المعدنيه والجليكوز والاسيد اوريك، حيت الدم حنا راه شفنا الدم انه كيكون فيه الماء والاملاح المعدنيه والجليكوز والاسيد اوريك. هنا كيتشكل كيجي الدم ملي كيدخل منا كيكون غني بهاد المواد هادو، كيوقع الفلتراسيون ديالهم صافي. المرحله الثانيه هي الغياب سورس، اعاده الامتصاص، يعني كيعاودوا يمتصوا، كيعاودوا يرجعوا. شنو معنى سي دو غولي دون لو تيب كونتورني؟ يعني كيتم في هذا لو تيب كونتورني الانبوب الملتوي. شنو كيوقع لنا؟ كيعاودوا تابسوربا، يعني داك الجليكوز اللي داز كيعاود يرجع، حيت ما يمكنش يخرج لنا. الا خرج لنا الجليكوز في البول راه هذا كيدل على ان الشخص راه مريض، يعني كيعاود يرجع لنا داك الجليكوز كيعاود يرجع. غياب سوربسون سي دو غولي دون لو تيب كونتورني في هذا لو تيب هذا الانبوب الملتوي، ابسوربسون دو جليكوز اي سول مينيرون الاش دو سي، يعني كيعاود يتابسورب لنا الجليكوز ولي سول مينيرون الاملاح المعدنيه والماء، هادو ضروري كيعاودو تابسوربو. سيكريسيون المرحله الاخرى الافراز سي دو غولو دو لو تيب كوليكتور، هايا فهاد لو تيب هذا كيتم لا سيكريسيون. فابريكاسيون دو ماتيغ ازوت، يعني كيتشكل لنا لا ماتيغ ازوتي بحال الامونياك نشادر. فورماسيون دو لورين ديفينيتيف، صافي هنا كيتشكل لنا البول النهائي فهاد التيب، في هاد لو تيب كوليكتور المجمع. هما كما شفتوا هاد الرسم التوضيحي، هانتوما الدم كيكون كيمشي عبر هاد لاغتيغ، كيكون شنو فيه الغازات التنفسيه، حيت الدم اصلا قلنا كينقلنا الغازات التنفسيه، لو نوتريمون، نوتريمون بحال الجليكوز والماء والاملاح المعدنيه، وكتكون فيه البوله. البوله منين كتجينا؟ منين كيمشي لنا لو نوتريمون لعند الخلايا هو والاكسجين، كتنتج هي طاقه وكطرح لنا واحد الفضلات. هما هاد الفضلات حتى هما كيمشيو في الدم، والسي او دو حتى هو كيمشي في الدم. ملي كيجي هاد الدم كيدخل بار لاغتيغ يعني الكلاوي، كيدخل هنايا تي كتوقع له لا فيلتراسيون. اول مرحله هي فيلتراسيون على مستوى داك على مستوى هاد النيفرون هذا، حيت هاد النيفرون هذا قلنا راه كاين في الكليه. ملي كيدخل من هنا، ملي كيدخل من هنا الدم، راه كاين لو نيفرون هنايا، هما اللي كيديروا لنا لا فيلتراسيون، هما اللي كيديروا لنا مراحل تشكل الدم. صافي قلنا ان ملي كيدخل الدم كتوقع له ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هي الترشيح لا فيلتراسيون، اعاده الامتصاص لا غياب سوربسيون، والافراز لا سيكريسيون. صافي في الترشيح كيتم يعني كيدوز لنا الماء والاملاح المعدنيه والجليكوز والبول والحمض البولي، هنا كيعاودوا يمتصوا باش ما يمشيوناش في البوله، حيت الجليكوز ما خصوش يمشي في البول، الا مشى في البول غيتسمى الانسان مريض ولا البروتيين. صافي كيتعاود يتمتص الجليكوز في الدم، جزء كبير من الماء والاملاح المعدنيه، وجزء من البوله، والافراز حمض هيبوريك ومحلول النشادر، كيتشكل داك محلول النشادر. حنا قلناها لا سيكريسيون فورماسيون دو ماتيغ ازوت ازوتي بحال الامونياك النشادر، هادي كتكون كتكون هي بحال هي كتكون ماده. هاد النشادر هي واحد الماده سامه كتحول على مستوى الكبد، حيت الكبد كتساعدنا باش تحولنا داك النشادر الماده السامه الى ماده اقل سامه كتسمى البوله. صافي هذا هو الدرس ديال ليكسكريسيون اورينير. صافي هنا اخر المرحله الاخرى كيوقع لنا لا فورماسيون دو لورين ديفينيتيف، يعني تشكل البول النهائي. صافي الدرس هو هذا، نتمنى تكونوا فهمتوه. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. نتمنى انني نكون كنوصل لكم الفكره، وما تنساونيش بالدعم ديالكم وبارطاج باش كنزيد نتحفز اكثر ونقدر نحط لكم اكثر. وغير سمحوا لي انا ما كنقدرش نحط لكم فيديو كل نهار، حيت جاوني بزاف الميساجات انني نحط لكم فيديو كل نهار، مع الظروف راه زعما ما قدرتش انني نحط فيديو كل نهار. المهم نحاول ندير ما في جهدي انني نكمل معكم الدروس ديال العلوم في اقرب وقت، ونتمنى تكونوا كتفهموا الشرح ديالي، وتهلاو في راسكم فيديو واحد اخر ان شاء الله.